أني سجاد أخضير بدر من مواليد 1955 كلها خمسات. كنت أحب وحدة اسمها فاتن وقلبه بيها كلش تعلق. تعرفت عليها وكانت بوقتها الدنيا شرجي وهواها كلش قوي. عندي 3 أطفال، واحد اسمه عيسى وسرمد واسماعيل. كانوا يصيحوا له بالولد وصار لي 20 دقيقة ما شايفه. دخلت السجن ظلم، يا ناس أنا مظلوم. هاش مال أبوي شفط؟ ابني شفتك واخيرا. حياك ابني. انت مو عيسى سجاد اخضير بدر؟ اوه هذا ابوي طامس بالمسلسل، خلنا ندمج وياه. ايه واني سجاد اخضير بدر ابني. انت جاي تحكي ابني؟ لا تلزم ايدي. انت منو ابني؟ أنا أبوك والله أبوك ابني. أنا أبوك والله أبوك ابني. أنت واحد مخبل ابني. أنا أبوك والله. أنا السجن الظلم. زين بابا أذكرك بالأغنية اللي كنا نغنيها ونضحك أنا وياك ابني. أبويا معقول أنت أبوي؟ إي أبويا أنا أبوك. معقول انت ابوي اللي كنت توصل بيك ساحه كامله حتى تعطينا ربع بالاخير تعطينا ربع راح اشتري بيه فريزر باثنين وربع تضم لواحد وواحد عفلي ثاني يوم حتى ما تصرف فلوسك؟ خب من ام وداك خربت علي المسلسل. عدان من دمجي ادور. طبعا ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم ولا تنسون تحطوا اللايك على هذا الفيديو وتشتركون بالقناه. واعذرونا كلش اعذرونا على التاخير وان شاء الله بعد ما بس كله من ورا هذا. والله العظيم كله من ورا صحيح والله. يعني شغل. شنو والله يا اخوي شغل. يعني شركاتك واقفه مثلا؟ لا والله شغل. شو اسوي؟ ما اقدر اقعد بعد ما نتاخر مو؟ لا ان شاء الله ان شاء الله وياكم اول باول. هذا واحد مغلز ما حاط لايك. انا بوعيك. شوف هذا وين هذا؟ ايه ما تدوس لايك ولك؟ شنو؟ دوس لايك. تجاصش بيك؟ لا هاي على مودك ما يدوس لايك بس الخاطر يدوس لايك. يلا دوس لايك.